إنه ما يسمى في طوكيو بالبرج الفقاعة. لقد بدأ بناؤه خلال حمى العقارات في الثمانينات باليابان، ولكن سرعان ما أوقفت ندرة العملاء عجلة العمل في ورش البناء، وتوجب انتظار عام 2002 لإكمال البرج الذي أصبح تشييده جزءا من تاريخ الحي. أتذكر جيدا كيف توقفت أعمال البناء ثم أطفئت الأنوار. هذا البرج هو أحد رموز الازدهار الاقتصادي في اليابان وما نجم عنه من اندفاع عن الملكية، ففي نهاية الثمانينات تجاوزت تقديرات قيمة القصر الإمبراطوري مثلاً تلك لقيمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأكملها، كما أن الحمى طالت أيضاً البورصة، فسجل مؤشر نيكي 39 ألف نقطة في 29 كانون الأول ديسمبر 89 إلى أن سكنها الانكماش المالي ومرحلة الركود العميقة التي تلتها والتي قسمت قيمة المؤشر إلى الربع اليوم. سيناريو لم يكن أحد يتصوره في تلك الفترة. يابان الفقاعة كان يشبه حديقة ديزنيلاند ضخمة. كانت اللامبالاة شعورا سائدا والمال السهل يتدفق والوجوه مبتسمة. كان أمل غد أفضل من اليوم. بعد عقدين من الزمن انقلبت الأوضاع تماما، فمن المتوقع أن تتراجع اليابان عن مكانتها الاقتصادية الثانية عالميا لصالح الصين، محطمة بذلك أمل الغد الأفضل. اليوم لا نعلم ما إذا كانت الشركات الكبرى ستظل هنا غدا. اليوم يشعر كل من عاش فترة حمى ناطحات السحاب في اليابان بالحنين، إلا أن فاتورة الفقاعة العقارية يدفعها أطفال الأمس شباب يابان اليوم.